الغضب، وما أدراك ما الغضب؟ لما نيجي ناخد كل الأبراج ونرتبها في الموضوع ده، أنا في حلقة النهاردة أو في حلقة زي دي، عشان في بعض أصدقائنا بيختلط عليهم الأمر، ودي ما تعتبرش مقدمة أبدا للحلقة، ده أنا بتكلم في صلب الحلقة عشان تبقوا متابعين معايا وفاهمين إحنا ماشيين إزاي. أنا ما بتكلمش ما برتبش عن مين اللي بيصل للغضب بسرعة أو مين الأسرع في الغضب. أنا بتكلم أنت لما بتغضب بتعمل ايه؟ رد فعلك ايه؟ هل انت بتشتم بس، ولا هل انت بتكتم الغيظ بتاعك ده؟ بتقدر انت تعمل كده في اغلب المواقف؟ هل بتطول لسانك وتقول لك كلمتين، ولا بتضرب، ولا ممكن تتهور وتقلب الترابيزة على الجميع، وزي ما احنا بنقول اللي يحصل يحصل، زي ما احنا بدرجات في كل حاجة، يعني في الرومانسية احنا بدرجات، مش شكل بعض، في العند بدرجات، يبقى احنا كمان في الغضب وفي ردة الفعل بتاعتنا برضه بدرجات، وده اللي احنا هنتعرف عليه في حلقة النهاردة. هناخد من الـ 12 للأول، وكل ما نطلع ناخد برج أشد في الموضوع ده. وأنا عايز برضه أقول لكم حاجة، من إمتى كانت الأبراج اللي هتيجي معانا في المقدمة في حلقة النهاردة هي الأبراج الأفضل؟ يعني بالعكس، ده الأبراج اللي هتيجي في المقدمة دي هي الأبراج اللي بتخسر كتير، لأنها ما بتعرفش إن هي تسيطر على الغضب بتاعها، ورد فعلها في احيان كتير بيبقى اوفر قوي وزياده عن اللزوم، وطبعا ده بيخلي المحيطين بيها يشوفوا الموضوع ده لا يتقبل، يعني مش متقبلين اللي بيحصل ده. وخليني برضه اقول لكم حاجه كده، ما انتم اهلي وعيلتي وناسي، يعني ان شاء الله يوم الحد القادم عندي لقاء مع المذيعه الجميله شيماء فريد في قناه الصحه والجمال الساعه 10:30 صباحا بتوقيت مصر. عايزكم بقى اللي عايز يكلمني يعني يكلمني او يتواصل معايا، انا واثق الناس اللي بتحبني مش هتكسل وهتقوم بدري وتكلمني، منتظركم. عامه لو حد كمان عنده اي سؤال بدنا ندوس لايك يلا عشان نتجمع كده ونشارك بعض في الحلقه النهارده، واكتبوا لي ارائكم، انا بقرا كل تعليقاتكم، وكل واحد يتوقع برجه واحساسه بنفسه هيجي في المركز الكام، ودوسوا لايك رجاء يلا، وتعالوا بينا نبتدي. في المركز الـ 12 برج الدلو، ده برج مسالم قوي، يعني مقارنة بالـ 12 برج، انا لو بتكلم عن الابراج المسالمة والداعية للسلام اللي تاخد جايزة نوبل في السلام، انا اختار وبجدارة وانا قلبي مطمئن كده برج الدلو. اكتر الابراج اللي ما يحبش مشاكل ولا يحب يفتعل مشاكل، وصدقوني قلبهم كبير قوي وبيسامحوا، ودي من اكتر الحاجات اللي بتخليهم، وكمان ابراج مش سريعة النرفزة، يعني ما بتوصلش للغضب بسرعة، واذا وصلت بتقدر، ومن اكتر الابراج اللي تقدر ان هي تتحكم في الغضب ده، لا رد فعله ما بيكونش اوفر، نادرا نادرا جدا ان رجل دلو او امرأة دلو تقلب الترابيزة او الطاولة على الجميع، لا الابراج دي متحكمة وراسية وهادية وما بتحبش المشاكل. وخليني برضو ارد على بعض اصدقائنا اللي هم عايزين يسالوا، يقولوا انت عملت الحلقه دي قبل كده، انا عملت نفس العنوان ده قبل كده، ولكن انا قلت قبل كده لما اكرر نفس العنوان اعتبره الجزء الثاني، يعني انت هتشوف حاجات وفي اضافات في الحلقه دي اكيد 1000000% ما كانتش في الحلقه اللي فاتت، لان المجال الوقت الظروف ممكن بتاعت الحلقه بتاعت التصوير ما كانتش متاحه، المجال ما كانش متاح ان انا اقول كل حاجه، فانا لقيت ان في حاجات كتير في الموضوع ده لسه ممكن تتقال وتفيدك انت اللي بتتفرج عليها دلوقتي، فيبقى ايه الحل؟ ان احنا نعمل حلقه تانية يجوز نسميها الجزء التاني. اللي انا عايز اقوله لك في النهايه، اقوله لك ان انتوا هتستفادوا، وخليني برضه فدل وخلاص معانا في المركز الـ 12 مقارنه بالابراج دي، هو اللي يجي معانا في المركز الـ 12 برج جميل اقسم بالله، بس اللي يفهمه يعني، وان كان ليه عيوب تانية، ما كل انسان ليه عيوب وليه مميزات. اعلى منه مركز واحد في الـ 11 برج الحوت، مهما كنت شايف الحوت عصبي وبيتنرفز بسرعه، بس في ليميت معين، يعني برج الحوت العمليه ما بتافورش ابدا وتهرب منه. طيب القلب، الدلو والحوت ابراج طيبة القلب وما بتحبش الأذية وما تحبش المشاكل، وتحب زي ما قلنا إن هي تعيش في سلام وهدوء، أبراج بتحب الهدوء قوي، بتحب راحة البال قوي، ما عندهاش هي حتة قلب بقى الترابيزة وعاد الناس كلها، ما فيش الكلام ده، أبراج القمة هي اللي بتضرب نووي، عارفين القنابل النووية؟ الأبراج اللي هتيجي معانا في القمة هي اللي بتضرب صواريخ باليستية وقنابل نووية، هنتعرف عليهم دلوقتي، ده دواهي، ده نار مولعة كده
لما نطلع نعلى مركز كمان، مهما كان رجل أو امرأة برج العذراء أنت شايفه ساعة ما بيغضب حاجة فظيعة، لا والله مقارنة بكل الأبراج يبقى برج العذراء الترابي واحد من الأبراج المسالمة، واحد من الأبراج اللي بعيدة تماما عن افتعال المشاكل، وما تحبهاش وما تحبش إن هي تكون في تقعد يعني تقف في المشكلة، وما تحبش إن هي يبقى في مشكلة، لا يعني كبر دماغك والعملية مش مستاهلة وأنا مش فاضية أو أنا مش فاضي للكلام ده. العذراء كده من الأبراج كمان اللي بالها طويل. في فرق بين العصبية والغضب يا جماعة عشان محدش يربط، يعني العصبية دي ممكن عندنا كلنا نتعصب، إنما الغضب ده المرحلة القصوى اللي هو خلاص بيفقد السيطرة على كل وظائف جسمه، ممكن يعمل أي حاجة، ودي بيعملها أبراج القمة اللي هنتعرف عليها دلوقتي. الله يكون في عون اللي بيتعامل معاهم. مش عايز أحرق وأقول إن أنا واحد منهم، بس أنا واحد منهم يعني، اللي عارف برجي هيعرف بقى برجي إيه اللي هيكون في المقدمة معانا من الأبراج القمة يعني. خلاص العذراء في المركز العاشر. المركز التاسع برج السرطان. السرطان بيتعصب بسرعة نظرا لطبيعته المتقلبة أو تقلب المزاج السريع بتاعه، ولكن ليميت العصبية بتاعته لا يصل إلى قلب الطاولة، ما يحصلش، ما عندوش حتة إن هو يقلب الترابيزة. أصل برج يعني عاطفي ورومانسي وحنين ورقيق القلب، يعني رقيق القلب. على فكرة الأبراج اللي احنا قلناها دي كلها أبراج تتأثر من أقل حاجة، أي موقف أي حاجة يأثر فيها ويصعب عليها الناس قوي. الأبراج اللي احنا قلناها لحد السرطان كده تصعب عليها الناس قوي، ودايما تلاقيها في مد يد العون ليهم. الأبراج دي هي أكتر الأبراج اللي تحب تساعد الآخرين حتى لو ما فيش مقابل أو مصلحة. برج السرطان خلاص دخلنا في منطقة وسطى، أول برج معانا في منطقة وسطى، ولكن ما يصنفش من الأبراج اللي هي تقلب الترابيزة على الجميع وقت غضبها. ممكن يشتم، يتعصب قوي، يضرب حتى لو هو رجل، بس مش اكتر من كده، صعب ان يكون اكتر من كده الموضوع يعني. تعالوا بقى نشوف المركز الثامن. الميزان في منطقة وسطى بيجي معانا في المركز الثامن، نظرا لذكاء برج الميزان الشديد وسياسته، لانه هو مفطور على السياسة، برج سياسي بيتولد كده وهو سياسي، بيعرف ابن الذين ده رجل او امرأة يكسب اللي قدامه قوي بس لما يكون حاطط في دماغه. فهو يرى دايما ان قلب الطاولة بالشكل ده دي حاجة مش حلوة، ودي حاجة مش هتخليه يقدر ان هو يكسب الناس او ينال ثقتهم، او بالاحرى يعني او بالادق ينال حبهم. يا جماعة محدش بيحب الناس العنيفة يعني، عشان نبقى منطقيين، لا انت بتحب الناس المسالمة مش كده؟ ولا حد بيختلف معايا؟ في حد من اللي بيتفرج عليها دلوقتي يكون بيميل للناس العنيفة؟ اكيد لا. الميزان بيجي في معانا في منطقة وسطى، والميزان بيعرف يعمل كنترول على فكرة على غضبه. سيب العصبية، العصبية كلنا بنتعصب تقريبا يوميا، ولكن أنا بتكلم عن الغضب في حالة النهاردة. يعرف يعمل كنترول، ويعرف على مين بقى يظهر غضب، ويعرف يوقف امتى ويزود امتى، عارف مصلحته هو في الأشياء والمواقف اللي زي دي، ما بتهربش العملية منه. في المركز السابع عشان نبدأ بقى نخش في الجد وجد شوية، هو سريع وتحس ان هو ممكن هيقلب الدنيا كلها رأسا على عقل، ولكن صدقوني بيطلع يطلع وينزل على مفيش. برج الجوزاء الهوائي بيجي معانا في المركز السابع. والله الجوزاء طيب القلب برضه يعني، الجوزاء مش برج الشيال على فكرة، الجوزاء بالموقف اللي حصل هقتلك وهولع فيك وتحس ان الدنيا كلها الحرب هتقوم حالا، بس انت لو جيت اعتذرت له او اتأسفت له او قلت له معلش خلاص بيهدى، خلاص بيسامح، خلاص بيتعامل معاك والموضوع عادي. ولهذه الأسباب مش هيجي معانا في القمة في حلقة النهاردة النووية أو النارية. تعب من الانتظار، برج القوس تعب من الانتظار ومستنينا في المركز السادس، لأنه هو أكتر برج مستعجل في الأبراج كلها وأكتر برج متسرع في الأبراج كلها. وعشان اللي احنا قلناه في البداية عن برج القوس ده هو من الأبراج، احنا دخلنا بقى في القمة شوية، دخلنا في الصعب شوية، دخلنا في النار بقى، وده أول برج ناري احنا التقينا بيه في المركز السادس اللي هو برج القوس. السؤال هنا، هل القوس ممكن يقلب الترابيزة على الجميع وقت غضبه، وقت ما يفيض بيه، وقت ما يجيب آخره؟ آه، القوس بقى أول الأبراج
اللي تبدأ تعمل كده، ولكن مش زي التلاتة أو الاتنين أو الأربعة الأوائل. أصل القوس برضه هي العملية متقسمة ومتوزعة بدرجات، بس القوس من الأبراج اللي ما بتشوفش قدامها، ساعة ما يغضب ما بيشوفش قدامه. وما دام أنت مش هتشوف قدامك ساعة الغضب، يبقى أنت ممكن تعمل أي حاجة. ومن الأبراج اللي هي بطبعها مش عنيفة، ولكن المواقف تحولها أو تجعلها عنيفة، هي دي المشكلة بقى. وعلى حسب الموقف، القوس من الأبراج المرنة على حسب الوضع والموقف اللي هو فيه، بنضحك ونهزر زي الفل وسلس قوي، اتعصب وغضب وحاجة بقى زعلته خلاص ما يشوفش قدامه، ويشوط في اللي قاعدين ويشوط في اللي قدامه، واللي يحصل يحصل وزي ما تيجي ومش هزعل على حد، والمركب اللي تودي. أنا شايف السياسة دي مش حلوة يا جماعة، ده وجهة نظري، يختلف أو يتفق معايا البعض، بس أنا بتكلم يعني أنتوا عيلتي وأهلي، فبتكلم معاكم بتلقائية. النار طبعا، وما أدراك ما النار، في موضوع زي حلقة النهاردة. إذن القوس كمان عشان ما نطولش في حلقة النهاردة، هنقول في المركز السادس، وخلوني برضو 5 ثواني كالعادة. كلامي موجه لأي حد بيتفرج عليا على صفحة على الفيسبوك يا جماعة، رجاء رجاء رجاء، ثلاثة رجاء اهوت، ملناش أي صفحة على الفيسبوك غير محمد أبو زيد، ونفس الاسم على اليوتيوب. اكتب محمد أبو زيد والأبراج على الفيسبوك هتظهر لك صفحتنا، أو اكتب كده على اليوتيوب وتابعني، وارسل لي لو أنت حابب أن أنت تتواصل معايا. وبلاش تتابعوا الصفحات النصابة التانية دي، أي صفحة تانية أو قناة تانية نصابة بتخترق الإيميلات وبتعمل مشاكل كبيرة قوي. أنا مش عايز أطول عليكم، بس انا عمال بنبه يعني نستوعب شويه، نبقى يعني واعيين شويه، ونخاف على مصالحنا ونسيبنا من الكسر. رجاء الغي الاشتراك، والصفحه موجوده والقناه موجوده رجاء يعني. وكمان يا ريت الجديد يعرفنا بنفسه، نسيت اقول في البدايه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش طبعا في القناه زي ما قلت يشترك. نعلى بقى مركز واحد عشان نخش في جد الجد، ونلتقي بالطور الترابي. طور، برج الطور الترابي، تتوقع انت برج الطور ساعة ما يغضب هيعمل ايه؟ يعني هو الاسم موضح اللي ممكن يعمله لوحده. برج الطور صبور في كل حاجة تقريبا، حتى في العاطفة، ولكن اذا فاض به الكيل او وصل لمرحلة الغضب، هو من الابراج الحرفية ما بتشوفش قدامها، من الابراج اللي ما بتشوفش قدامها بمعنى الكلمة، وبتشوط في أي حد. مش احنا قلنا لسه القوس بيشوط في أي حد؟ هو بيشوط أكتر منه، واللي يحصل يحصل. وهو من الأبراج التي لا تبكي على أحد غالبا يعني، ولكل قاعدة في الدنيا استثناءات، دايما أقول كده عشان أفكركم، ولكن 90% من مواليد الأبراج دي أو أكتر من 90% ينطبق عليهم الكلام اللي احنا بنقوله ده. صعب برج الطور، ويقلب الطاولة ويقلبها بعنف، والطور ما بينساش الأذية، غلطت فيه عملت معاه موقف مش هينسى ويشلك. والطور في حتة ان هو بيحوش وبيخزن، ويجي في مرة ينفجر، انت شايفه هادي ما فيش اي رياكشن عليه، بس ما تعرفش ايه اللي هو، في ثانية الا ثانية تتفاجئ كده، يحصل لك حاجة من الذهول او نوع من انواع الذهول. ايه الشخص الهادي ده؟ ايه اللي بيعمله ده؟ هو ده برج الطور، هو ده الجانب اللي انت ما تعرفوش عن برج الطور. أعلى منه مركز واحد، وما بالكم بالمركز الرابع إذا كان ده حال البرج اللي موجود معانا في المركز الخامس، العقرب المائي. هدوء، وأحيانا ممكن تراه برود، ولكن ساعة العقرب ما يغضب، العقرب ممكن يكسر يعني، مش يضرب بس، ممكن يكسر، ممكن مع أي حاجة يحتفك بيها. ده برج العقرب، كوباية، سكينة، طوبة، أي حاجة أنت ونصيبك بقى، أنت وحظك. ولا تستفز برج العقرب، ولا تستفز برج العقرب. العقرب هيفضل ساكت كده وهادي، ويخليك عمال بتتنطط حواليه لحد ما تقرب ويجي ماسكك على طول. والعقرب ساعة ما يمسك بقى يعني المسكة بتاعته دي، ولا القبر، بتطلع بالدم زي ما احنا بنقول. عشان كده هو برج خطير جدا ومرعب جدا في نفس الوقت. انا مش بخوفكم منه، بس انا بقول لك لو انت يعني ما تحاولش ان انت تستفزه او توصل معاه للمرحلة دي، لانه من الابراج التي ايضا لا تبقى على شيء، وبتعرف تقلب الترابيزة، وذكاء، في ذكاء في قلب الترابيزة عند برج العقرب. وانا لما اقول ذكاء يعني بقصد بيعرف امتى يقلبها وازاي يقلبها، ودي اللي بتخلي القلبة بتاعته
موجعة قوي. طيب إذا كان ده حال برج العقرب اللي في المركز الرابع، فما بالكم بالمركز الثالث؟ طيب فما بالكم بمتصدر الترتيب؟ توقعوا كده واكتبوا لي في التعليقات، وتعالوا بينا نشوف المركز الثالث. جدي الترابي هو واحد من أعنف الأبراج اللي احنا نعرفها، انت تعرف كده او ما تعرفش كده، شئنا ام ابينا دي حقيقة وثابتة في شخصية برج الجدي. الجدي لا ينسى اطلاقا، واي موقف واصغر موقف ممكن يجننه وممكن يعصبه، وممكن يصل بسرعة لسرعة الغضب او يوصل لذروة الغضب، رغم ان انت ممكن تشوفه احيانا بارد او تشوفه احيانا هادي. انت ده من وجهة نظرك انت اللي تسأل عنها، انت هتشوف كده. ولكن قلب برج الجدي، انا ممكن اقول لكم حاجة واحدة بس، ان هو جه سابق برج العقرب. شايفين احنا قلنا ايه عن برج العقرب والثور والقوس؟ طب فما بالكم في البرج بقى وبالبرج اللي بيسبقهم وبيجي في المركز الثالث. يعني لو في بيت او في علاقة فيها جدي مع عقرب، الله يكون في عونهم. ولذلك انا لما اتكلمت في التوافق كنت بقول لكم ايه، ابراج قوية على بعضها. ليه انا بقول كده؟ عشان اللي احنا عمالين بنقوله عنهم ده. الجدي حينما يغضب لا يتفهم، مفيش تفاهم، وصعب ان هو يروق بسرعة. مش في بعض الابراج تقول لك يعني ايه، ابعد عنها ساعة الغضب وكلمها في وقت تكون رايقة وفايقة فيه. الجدي ما ينفعش مع الفلسفة دي بقى، الجدي ما بيروقش وما بينساش، واذا شال منك شال. هي كده، ما انت هتستحمل بقى طبيعة البرج ده. وعنيف جدا في قلب الطاولة، ممكن يضرب، ممكن يشتم، ممكن يمد ايده، ممكن يكسر، كل ده ممكن تجده من برج الجدي الترابي. طيب نعلى مركز كمان عشان ندخل ونروح بقى لبرج أشد وأشد وأعنف وأعنف، اللي في المركز الثاني ده برج وقت غضبه لا يترك أخضر ولا يابس. عارفين النار اللي ساعة ما بتولع لا تترك أخضر ولا يابس؟ هو برج الأسد الناري اللي بيتربع على عرش المركز الثاني. نار وقنابل نووية ومدافع، كل اللي انت عايز تقوله، ودبابات وطائرات، كل اللي انت عايز تقوله ممكن تجده من برج الأسد وقت غضبه. المشكلة في الأسد حاجة بقى، الأسد بيصل للغضب بسرعة قوي، مش للعصبية، العصبية دي حاجة تانية خالص يا جماعة. بيصل لذروة الغضب، مش للغضب كمان، بيصل لذروة الغضب بسرعة مخيفة، بسرعة مخيفة، وفجأة تلاقيه انقض عليك. هو ده الأسد حتى في طبيعته كده، حتى في طبيعة برج الأسد. لما تدرس انت طبيعة برج الأسد غير علم الفلك، تلاقيهم الاتنين متشابهين مع بعض قوي في النقطة دي. يقلب الترابيزة ولا يبالي وما يهموش، الأسد ما بيهموش، خلي بالك، حتى لو بيحبك، ودي المشكلة، خلاص وصلته للمرحلة دي حتى لو انت حبيبه بقى. وانا اتكلمت قبل كده في حلقة اكتر الابراج اللي ممكن تبيعك بسهولة لو اكتشفت ان انت لا تصلح، كان الاسد في المقدمة، رجل او امرأة، بينطبق على الاتنين على حد السواء. فالاسد بيقلب الترابيزة او الطاولة على الجميع مرة واحدة وبسرعة، بسرعة مخيفة اوي، زي سرعة البرق كده، واللي يحصل يحصل. بينما متصدر الترتيب، يعني ما بالكم اللي احنا عمالين نقوله على الابراج دي في حال متصدر الترتيب اللي هو بيتربع على عرش الابراج دي كلها في الموضوع ده. اكثرهم اندفاعا وتهورا وعصبية وشديد في الغضب، ويصل للغضب سريعا جدا، اسرع من اي حد، ونار مولعة، يعني نار بتاكل بعضها كده، انجاز التعبير، رجل او امرأة برج الحمل، وما يستحملوش اي حاجة، ما يستحملوش ان انت تغلط فيهم، ما يستحملوش ان انت تبص لهم بصة من فوق لتحت، ما يستحملوش ان انت تقول لهم كلمة مش على مزاجهم، وممكن تبص لهم بصة من فوق لتحت، بصة انت ما تكلمتش ولا عملت حاجة، تلاقيهم على طول قلبوا الترابيزة عليك. ودي مشكلة كبيرة، هذه مشكلة كبيرة عند ابراج الحمل. الحمل واحد من اعنف الابراج في المواضيع اللي زي دي، ولا سيما كمان عشان كده اقول لك الحمل واحد من الابراج اللي لازم لازم اجباري مش اختياري تبتعد عنها وقت الغضب بتاعها. والله ما بيشوفوا قدامهم، ابراج لا ترى امامها، ودي مشكلة كبيرة زي ما انا قلت، وهو اكتر الابراج اللي تقلب الترابيزة على الجميع واللي يحصل يحصل.
اعمل اللي تعمله بعد كده، بس هقلبها يعني هقلبها. انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، اللي نسي يدعم الحلقه بلايك يا ريت يدعمها بلايك، بحبكم جدا، اكتبوا لي ارائكم، والجديد يعرفنا بنفسه، اللي ما اشتركش في القناه محمد ابو زيد والابراج يشترك، بحبكم جدا، هتوحشوني، تصبحوا على خير.